لم تشير أو تلقي أو تعبر بعبارة واحدة أن هذه المتهمة قارفت الجرم. دفع انتفاء بعدم قيام المتهمة بسمة فعل مادي مثل اعتداء على جسد المجني عليه عند ارتكاب الواقعة. شكرا. يطلع مخش غيره. والدفاع إذ يحرص على حزوزه في المرافعة يود أن يختصر الطريق في الأدلة القولية من الأضعف إلى الأقوى. إذ أردنا أن نناقش أوراق هذه الدعوة من شهود لوجدنا من الأضعف للأقوى معاليك. أولا شهادة الأطباء، الطبيبين علما بما حدث بخصوص العلاقة غير المشروع وانتفى علمهم تماما بجريمة القتل بكافة أركانها. إذن لا يمكن تصور إسناد الاتهام بناء على أقوال هذين الشهيدين وما يليهما. الجلسة اللي فاتت أنا قلت لحضرتك يا رجال هي الصورة متاحة في الورق، تمام، الوقائع معروفة، تمام، لكن هي كواقعة كجريمة مش محل محاكمة عليها. أنا ما اتكلمتش فيها. أنا عارف، ولكن زي انت برضو ما قلت الذكاوى شطارة منك هي تدخل من ضمن البواعث على ارتكاب الجريمة. تمام يا ريس. طيب. طب اقول حاجة ممكن؟ استنى، الأطباء التانيين اللي حضرتك بتستشهد فيهم اللي رفضوا يجوا عملية الإطلاق أو مقاومة الزيادة هم ليس معنيين بإيمان رأي الأستاذ أو كيفية أو أنا ما اتكلمتش في الكلام ده كله. عشان كده بتدوني أو أنت عندي الحق تتكلم عن زي لا، أنا ما قلتش كده إطلاقا. خش الموضوع ده عشان رئيس النيابة جاء بيهم كشهود اثبات في امر الحاله. لازم مفيش مشكله، انا قلت الجزئيه بس، لكن انا ما قالت ايه؟ تمام. عشان خايفين من الصديق. تمام. وان بعد جثه ما طلع من السجن. تمام. لا خلاص بقى. طب يا ريس نسمع يعني بعد الولاده باربع شهور رجع المتهم الى سيارات هما الاولى. حلو. عرفت النيابه بتعمل المقاعد ليه؟ أنا ما انتقدتش ده بشيء، أنا بقول وجهة نظري في أحوال الشهود يا ريس. بس. ما تعليقش على كده، خليك ليه؟ لا خالص، ده هي بإيجاز من الله يا ريس، يعني أنا حريص جدا على وقت اللي سيادتك هتدولي في المرافعة. هي تحت أمرك. الله يديك الصحة. يعني هما شهود الأسباب أشقاء المجني عليه والمتوفى إلى رحمة مولاه والمتهم الأول. جاء في أقوالهم أمرين في غاية الأهمية هما الغاية من سماع أقوالهم أمام النيابة العامة، هو التحقق من وجود عاهة أو مرض نفسي لدى المتهم الثاني، ولإحكام غلط الاتهام على باعث العلاقة غير المشروع. إذن أقوال شهود الإثبات أشقاء المجني عليه والمتهم الأول النقطتين الجوهريتين فيهم عليكم أنه لا يوجد مرض نفسي تجاه هذا المتهم، وأنه لا يوجد بينه وبينه المتهم الأول ثمة خلاف. ما فيش مشكلة، بس أنا بس بناقش أدلة. تمام يا ريس. الدفاع إذ يود أن يبين أركان هذه الجريمة إنما ينحصر